السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه تعنى بصحه الانسان، وخاصه في الاماكن المكتظه وذات كثافه عاليه بالسكان. تحتاج هاي الكثافه الى اعتناء خاص بهذا العدد الكبير، من ضمنها المؤسسات الصحية، وهذا هو جوهر موضوعنا لهذا اليوم. هذه المؤسسات الصحية هل هي قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير؟ هل المعطيات اللي تقدمها وزارة الصحة أو الدائرة الفرعية في وزارة الصحة هي كافية لتغطية حاجات الناس؟ طبعا هناك كثير من الأسئلة والاستفسارات سوف توضح في حلقة هذا اليوم باستضافة السيد الدكتور رائد علي آل ياسين، مدير عام صحة الرصافة وكالة. نرحب بك أجمل ترحيب دكتور. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. الله يحفظك دكتور. أولا شكرا على حضوركم، شكرا للبيت. لا تدلل. خلنا نعرف بالبداية، دائما المشاهد يريد يعرف طبيعة عمل الدوائر المستضيفة، شنو عملهم، شنو تخضع المؤسسات في داخل هاي الدائرة. وإحنا طبعا التنويه المشاهدين الكرام بأن الدكتور رائد علي استلم المنصب قبل 3 أشهر. أي صحيح. فإحنا هاي في 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 يعني بالاعتبارات موجودة. أكيد. لكن أكيد أنت لك خدمة في وزارة الصحة، ولو ما كفاتك ما سلمت هذا المنصب. فأولا نتمنى لك كل التوفيق في عملك الجديد. شكرا جزيلا. شكرا. ونتمنى نتعرف على دائرة صحة الرصافة بشكل أوسع. طبعا تعتبر دائرة صحة الرصافة من أكبر دوائر الصحة على مستوى العراق، كونها تقوم بخدمة عدد كبير من المواطنين. أكيد، لأن كثافة السكانية في دائرة صحة الرصافة هي أكبر من جميع الدوائر الصحة في باقي المحافظات. طبعا احنا نقدم خدماتنا عن طريق المراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضا عن طريق المستشفيات وكذلك المراكز التخصصية. شنو المقصود بالمراكز الأولية جناب الدكتور؟ اللي هي المراكز الصحية، اللي هي تعتبر القطاع الرعاية الصحية الأولي اللي يتوجه للمواطن. المناطقي بالضبط، حيث توزع احنا عندنا تقريبا 11 قطاع لقطاعات الرعاية الصحية. طبعا ضمن دائرة صحة الرصافة 24 مستشفى و11 قطاع رعاية صحية يشمل 115 مركز صحي. جميل. يعني هاي 24 مستشفى من ضمنها مدينة الطب؟ لا، مدينة الطب دائرة أخرى. اللي هي دائرة مدينة الطب اللي ضم المستشفيات اللي منضوية تحت دائرة مدينة الطب. أما دائرة صحة الرصافة هي تشمل جميع المستشفيات في دائرة صحة الرصافة في قطاع الرصافة عدا مدينة الطب. حدودكم يعني فقط أطراف، من أطراف بغداد إلى المركز؟ طبعا، والمركز أيضا يعني مركز بغداد. يعني إحنا مستشفياتنا حاليا يعني 24 مستشفى. طبعا خطة توسعة وإنجاز مستشفيات جديدة تنقسم دائرة صحة الرصافة، نقدر نقسمها إلى 3 أقسام. عندنا مشاريع تنجز على موازنة تنمية الأقاليم اللي تنفذ من قبل محافظة بغداد، وتشمل في بغداد في صحة الرصافة 3 مستشفيات. جيد، هذا راح أتحدث بها عفوا دكتور بعدين على المشاريع اللي أنجزت واللي بعد في طور إن شاء الله. أحسنتم، جزاكم الله خير. زين، يعني بما معنى إنه هاي البنى التحتية الآن حاليا موجودة هي تكفي؟ لا طبعا لا تكفي، لهذا حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وبإشراف من معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، نحن نطمح إلى إنشاء مستشفيات بسعة سريرية حتى نرفع السعة السريرية في على عموم وزارة الصحة وليس فقط بدائرة صحة الرصافة. لهذا أنه يجب إنجاز وتوسعة المستشفيات أيضا الحالية. أحسن. هنالك مشاريع توسعة للمستشفيات القائمة حاليا، إضافة للإنشاء إعادة تأهيل مثل ما صار بالكاظمية مثلا واحدة من طبعا دي. هذا لأن صار بتوجيه هذا البرنامج الحكومي اللي وجه به دولة رئيس الوزراء، وطبعا بإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي،
انه تكون المستشفيات اللي انشملت بها الرصافه، مستشفى ابن البلدي تم انجاز المرحله الاولى، يسموه الزهراوي، وهو نفسه ابن البلدي بالضبط، اي للاطفال اي تم انشاء المرحله الاولى، وايضا بدانا بالمرحله الثانيه راح يؤهل بالكامل 100% مع نهايه تاهيل المرحله الثانيه. مستشفى الكندي ايضا تم، عفوا دكتور اسف المقاطعه، حتى تتوضح اكثر الجمله، يعني تفضلت انت مستشفى ابن البلدي، نعم، يعني هو فقط الترميم الشكل لو توسعه مثلا فتح ردهات؟ لا طبعا لا يشمل فقط تاهيل، هنالك ايضا توسعه، طبعا توسعه يعني واضافه ردهات، مثلا مستشفى ابن البلدي راح تضاف به ردها للقلبيه، ممكن تضاف ايضا بردها للسكري، فالمشاريع لا تشمل فقط تاهيل بل اضافه ايضا سعه سريريه. جيد، بعد المستشفيات اللي تم تاهيلها، مستشفى الكندي تمت المرحله الاولى وان شاء الله بانتظار حاله المرحله الثانيه، ايضا مستشفى الشهيد الصدر في مدينه الصدر، الكندي اعتقد يمكن تمت اضافه الار سي يو، اعتقد تم اضافه، يعني انا متطرق لها ان شاء الله، يعني اضافه السعه السريريه الثانويه. احنا بالنسبه للتاهيل اللي ينشمل بالبرنامج الحكومي اللي يمول من قبل محافظه بغداد وبتنفيذ من وزاره الصحه، تشمل مستشفى ابن البلدي، بلشنا بالمرحلة الثانية إن شاء الله، مستشفى الشهيد الصدر أيضا بدأنا بمرحلة التأهيل، هنالك أيضا مستشفى الجملة العصبية في طور الإحالة، ومستشفى ابن القف، ومستشفى فاطمة الزهراء عليها السلام، وأيضا إضافة تأهيل مستشفى الإمام علي عليه السلام، فراح تؤهل تقريبا 6 مستشفيات كلها، وكلها قائمة حاليا، وراح يتم التأهيل وأثناء تقديم الخدمة للمواطنين، يعني لن تغلق هذه المستشفيات، هذه المستشفيات راح تبقى تمارس عملها في خدمة المواطنين، وكذلك راح يكون عمليات التأهيل مستمرة أثناء تقديمها للخدمة. جيد، يعني بما معناها دكتور رائد، يعني هل يعني عندي سؤال في جوهر العمل مالتكم، يعني هل هناك أسقف زمنية محددة للتأهيل؟ لو تبقى يعني مثل لا بعض لا المشاريع لا مفتوحة بدون توقيت؟ لا طبعا، هنا كل الشركات اللي راح تقوم بتأهيل هذه المستشفيات لها سقف زمني محدد، ويعني لا يتجاوز 6 أشهر في بعضها، فلازم تنجز خلال الفترة الزمنية. من راح يكون إنجاز قريب وجهة نظر؟ طبعا يعني ممكن الأقرب مستشفى ابن البلدي المرحلة الثانية، لأن باعتبار أنه هو اللي بدأنا به يعني كمرحلة ثانية، وايضا باقي المستشفيات تباعا راح يتم انجازه. هذا من ضمن المنهاج الحكومي؟ هذا ضمن البرنامج الحكومي طبعا. ممتاز. اذا عندنا تساؤلات كثيره بصراحه على قضيه اصحاب الامراض المزمنه الثلاسيميا، يتساءلون يعني هل هناك عنايه خاصه لهم؟ طبعا احنا افتتحنا مركز للثلاسيميا في بقرب مستشفى ابن البلدي، وطبعا هذا المركز يحظى بدعم مباشر من قبل معالي وزير الصحة، واحنا ايضا يعني نتابع هذا المركز واي احتياجات له، وهنالك ايضا فكرة انه نضيف مركز اخر لدائرة صحة الرصافة دعما لهؤلاء الشريحة من المرضى اللي يعانون من مرض الثلاسيميا، بتوفير جميع الأدوية، جميع الفحوصات المختبرية، كادر طبي متواجد على مدار الساعة، ويعني حتى من بعض ايضا يعني بعض النواب ايضا هم متابعين لموضوع مرضى الثلاسيميا، وهي هم فتشي يعني جيد انه الجميع يتابع، يعني شرائح تحتاج الى المتابعه. يعني هاي احنا يعني كثير من الامراض اللي تحتاج الى عنايه خاصه بصراحه، يعني خصوص الادويه، توفير الادويه بصراحه دكتور، يعني المنشأ مالتها، عملية تداولها واستلامها من قبل المريض نفسه، أكو صعوبة بالنسبة للأدوية؟ يعني حاليا يعني الأدوية كلها تمر بالفحص، ماكو دواء يصرف إذا ما كان مفحوص من قبل الوزارة، وثانيا أنه من ناحية توفير الأدوية كل الأدوية متوفرة لدينا، قائمة أساسية وقررت من قبل وزارة الصحة، هذه القائمة يجب توفرها في جميع المستشفيات، والميزانية جيدة فيما يخص الأدوية، وغير مسموح لأي طبيب أن يصرف دواء غير موجود في هذه القائمة، لأن هذه القائمة تم دراستها بعناية،
وجميع يعني المفردات اللي موجودة في هذه القائمة جميعها ممكن استعمالها وما يحتاج المريض إلى أي بديل المنشأ. إلا في حالات خاصة. المنشأ طبعا المناشأ يجب أن تكون مناشأ رصينة وشركات معروفة، وأيضا يجب أن تجتاز الفحص، يعني حتى لو كانت منشأ رصين وما اجتازت الفحص نهائيا ما تصرف في ما يصير التعاقد معها. يعني ممكن هسه من أي منشأ ولم تجتاز الفحص خلاص انتهى الموضوع لا تصرف. شنو المعوقات بقضية أصحاب أمراض المزمنة برأيك؟ يعني في وزارة الصحة أو في دائرة صحة الرصافة، شنو المعوقات اللي تشوفوها تحتاج إلى حل لكن مؤاني بعد فترة ممكن أن تحل؟ شوف، هو كل شيء أنت اليوم من تستلم أي مشروع مهما كان بسيط، في من تجي أنه تريد تطور في هذا المشروع مستحيل يكون التطور خلال فترة زمنية قصيرة، لازم يكون على مراحل. وطبعا يعني قطاع الأمراض المزمنة حالة حال قطاع الرعاية الصحية الأولية يحتاج إلى بنى تحتية إضافية ويحتاج إلى دعم. الحمد لله أنه من ناحية الأدوية حاليا للأمراض المزمنة مساعي وزارة الصحة دائما في توفيرها يعني بأسرع وقت ممكن، بحيث أنه ما يحدث أي نقص في هذه الأدوية، وكلها تصرف طبعا من قبل العيادات الشعبية المتوفرة يعني في جميع أنحاء دائرة صحة الرصافة. بخصوص العيادات الشعبية في نهاية حديثك، شنو الفرق بينها وبين المراكز الصحية؟ طبعا المراكز الصحية اللي هي تقدم الرعاية الصحية الأولية، بينما دائرة العيادات الشعبية هي دائرة منفصلة وبنظام التمويل الذاتي طبعا، وتقدم خدماتها من ناحية الاستشارات المرضية وأيضا من ناحية أدوية الأمراض المزمنة على لمرضى الأمراض المزمنة. هذه دوامها المسائي اللي يكون مسائي طبعا، وهي حق تحول إلى المستشفيات؟ أي طبعا الحق. يعني احنا كلنا بالنهاية وزارة واحدة يعني. هي تابعة الى نفس لكن تابعة للوزارة وزارة مباشرة طبعا وليس لدائرة الصحة. يعني بما معنى انتم عندكم بصحة مختصرة لكم محددة الصلاحيات، وين لكم المستشفيات طبعا. ممكن صلاحيات مدية الطب تتقاطع معاكم لانه يكون دائرة من دائرة اخرى تمام. بس دائرة العيادات الشعبية لان هي اصلا حتى الاجنحة الخاصة هي تابعة لها في المستشفيات. اي تمام، هاي رد الحلقات يلا حتى نفسر. يعني بصراحة كونك أنت سلمت المكان صار لك 3 شهور جرب الدكتور، بديتوا فعلا حقيقة زيارات ميدانية؟ طبعا يمكن إذا تسأل أكيد راح يجاوبك. وأنت بعدك شاب يعني الحمد لله إمكانيتك عالية للزيارات. يعني من أول أيام تسنمنا للمنصب إحنا بدينا بزيارات ميدانية للمستشفيات. طبعا الحمد لله يعني أنا منتسب في دائرة صحة الرصافة منذ 2009 ودرجت بكل المراحل الوظيفية في دائرة صحة الرصافة، من طبيب مقيم دوري إلى مقيم أقدم إلى طالب دراسات للبورد إلى أن صرت أخصائي، كله في دائرة صحة الرصافة. وأيضا يعني حتى داومت في أكثر من مستشفى في دائرة صحة الرصافة، فأنا مو إنسان غريب عن دائرة صحة الرصافة. فحبينا أنه نقوم بزيارات، يعني حتى قبل تسنم المنصب كنت مدير مستشفى شهيد الصدر في مدينة الصدر. ممتاز. وكل مدراء المستشفيات يعني معارفنا وأصدقائنا، بس أنه يعني كنت أنه محصور تفكيري في مستشفى شهيد الصدر اللي كنت أديرها. يعني بعدين لا خلص أنه لازم أطلع على كل سلبيات المستشفيات، فقمت بزيارات منذ البداية لجميع مستشفيات دائرة صحة الرصافة وأيضا لبعض المراكز الصحية حتى ناخذ فكرة يعني عن الواقع الحالي اللي احنا استلمناه، شنو المعوقات، شنو السلبيات، شلون راح نقدر نعالجها، شنو الخطة. طبعا اكيد يعني لازم كل مدير يستلم دائرة لازم يكون خطة في باله، وين مواطن الضعف في الدائرة في المؤسسات، كيفية التصرف بالموازنة، كيفية الإنفاق في هذه الدائرة، خصوصا يعني احنا يعني نحتاج الى يعني متابعة مستمرة لهذه المؤسسات من ناحية صيانة المباني، من ناحية توفر الأجهزة الطبية، توفر الأدوية، توفر المستلزمات الطبية، فهذه كلها يعني لازم ان تكون بزيارات ميدانية، لان ما حد راح يقدر يعرف الواقع
إذا هو قاعد يعني بس بالمكتب وهو ما ينزل ويشوف المستشفيات المؤسسات ما يكون تشخيص دقيق. ما يكون تشخيص دقيق. حسنتم دكتورات. دكتورات يعني جيد. أس إحنا وصلنا إلى كان سؤالنا الأول عن البنى التحتية وكان هذا هو سؤال أساسي في هذه الحلقة. هل هناك مشاريع افتتاحات؟ هل هناك مشاريع قيد الافتتاح؟ أو هناك مشاريع قيد الدراسة أصلاً؟ يعني راح يكون عندنا أمثلة على بعض المستشفيات اللي تحتاج إلى فعلاً إلى تطوير. طبعاً إحنا كبنية تحتية هي أغلب مستشفيات دائرة صحة الرصافة هي بنيت يعني منذ سنين كثيرة. فكلها يعني كبنية تحتية يعني تحتاج إلى تأهيل، وهذا اللي صار من البرنامج الحكومي أنه صار التوجيه أنه إعادة تأهيل هذه المستشفيات. أما فيما يخص إنشاء مستشفيات جديدة فإحنا المستشفيات حاليا في طور الإنجاز تنقسم على ثلاث أقسام. عندنا قسم اللي هو على موازنة تنمية الأقاليم، هذا القسم الأول اللي ينفذ من قبل محافظة بغداد، هذا يشمل مستشفى الفضيلية أيضا اللي هو سعة 200 سرير، وأيضا يشمل توسعة في مستشفى النعمان ب 75 سرير اللي بالعظمية ومستشفى الشعب اللي هم بسعة 200 سرير في منطقة الشعب، هذا اللي يشمل القسم الأول. القسم الثاني اللي هو على الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة اللي هو يضم 5 مستشفيات في دائرة صحة الرصافة: مستشفى الحسينية ومستشفى المعامل ومستشفى النهروان، اللي طبعا مستشفى المعامل 100 سرير، نسبة الإنجاز بتقريبا 61%. عندنا أيضا مستشفى الحسينية والنهروان أيضا سعة 200 سرير، نسب الإنجاز بها 56% و47%. أيضا هنالك مستشفى بغداد اللي في منطقة الرشاد، هذه 400 سرير ونسبة الإنجاز تقريبا 26%. وأيضا توسعة مستشفى الإمام علي عليه السلام بإضافة سعة سريرية 250 سرير. هذا خلف المستشفى، هذا اللي خلف المستشفى. هذا كان هم مشروع. أنا شفت هذا بصراحة، أنا مريت أحد أقرباء زرته فكان هذا صار له فترة طويلة طبعا بصراحة. هو كان يعني مشروع متلكئ ومتروك، فالحمد لله أنه بجهود وزارة الصحة قدرنا نعيد إحياء هذا المشروع. جميل. بالإضافة إلى أنه المستشفى الأساسية أيضا المشروع أغلق، يعني أغلق من ناحية يعني العقود، يعني الإعلان عنه أغلق وراح يتم إحالته إن شاء الله يعني عن قريب. زين، الأسقف الزمنية ممكن خلال العام ولو هو ما بقى في الشهر يعني ممكن أنه يعني بالسنة القادمة مستشفى المعامل اللي هي سعة 100 سرير في منطقة المعامل ممكن على منتصف السنة القادمة ممكن أنه يفتتح. يعني حاليا نسبة الإنجاز به جيدة جدا، وطبعا هي كل هذه المشاريع في حالة إنجازها راح يتم إضافة 1625 سعة سريرية لدائرة صحة الرصافة. طبعا هذا عدا أنه الجهد الخدمي أيضا يعني مشارك في دائرة صحة الرصافة بمشروع تأهيل مستشفى العلوية للأطفال ومستشفى الزعفرانية، وكذلك إنشاء وتأهيل. هل اليوم افتتحتوا؟ لا، اليوم افتتحنا مركز صحي الزعفرانية، هذا مشروع كان ضمن 4 مراكز صحية في نفس المنطقة، كان مشروع متلكئ وتوقف العمل به بال 2014، صارت به لجنة إسراع بال 2015 وأيضا ما تم إنجازه، صارت به لجنة إسراع ثانية في سنة 2023 والحمد لله تم إنجازه من قبل قسم المشاريع في دائرة صحة الرصافة. وافتتح اليوم؟ اليوم افتتح مع معالي وزير الصحة، ويعني كان إنجاز يحسب لهذه المنطقة كون منطقة مكتظة سكانيا، كثافة سكانية عالية تقريبا 1 مليون نسمة، وهذا يخدم يعني المركز الصحي منطقة تقريبا بها 50,000 نسمة وتضم 32 مدرسة. مستشفى العلوية للأطفال شنو اللي صار بيه؟ مستشفى العلوية للأطفال هو مشروع على الجهد الخدمي اللي برئاسة الجهد الخدمي الحكومي جاب وكيل وزير الأعمار. وكيل وزير الأعمار خصص لنا مبلغ لإعادة تأهيل مستشفى العلوية للأطفال. ممتاز. يعني بعد قيد العمل يعني لو هو بعد ننتظر من عندهم، يعني احنا دزينا الكشوفات وان شاء الله يعني عن قريب جيد. يعني على اكو تعاون جيد جدا. طبعا احنا يعني هم تعاون مباشر عندنا مع أمانة بغداد، مع محافظة بغداد، طبعا شريكنا الأساسي محافظة بغداد،
والحمد لله يعني احنا دائما نطرق ابوابهم، ويعني السيد المحافظ وحتى السيد امين بغداد يعني ما يقصرون دائما يعني دعم مستمر لنا كدائره صحه رصافه. اكيد يعني اذا تلك او المحافظ وامين بغداد لا تطببهم بالمستشفيات. جيد دكتور، انت تتحدث عن ارقام اضافيه كاسره للمرضى يعني في المستشفيات، لكن هذه الخدمه فتح مستشفيات في مناطق الحسينية وغيرها، أنت أنقذت حياة ناس يعني طبعاً. اللي يتحول لك من الحسينية أو من النهروان يجيك البغداد حالات خطرة ممكن يفقد الحياة أثناء الطريق. صحيح. فأنا أقول هذا إحياء مدن، يعني مو فقط لعدد الأسرة، هو إحياء مدن أن تكون مؤسسات صحية رصينة كمستشفى بإدارة مركزية وبأطباء اختصاص ومقيمين، هذا يحسب لكم بصراحة. أكيد طبعا، لأن هي هذه المناطق يعني أنت مثل ما ذكرت أنه صعوبة الوصول إلى المستشفيات، يعني مناطق يعني في أطراف بغداد يعني ممكن الحالات الخطرة، هذه إنجاز هذه المستشفيات راح ينقذ أرواح. أحسنت، ويا ريت بطريقكم دكتور أمانة. أنا طريقي على مستشفى الشيخ زايد. نعم طبعا مستشفى مهم لأن طوارئ. طبعا مستشفى كلش مهم، كلش مهم. مثل الجاي كسور يمكن يوصل لباب المستشفى يشيله بس عظام مكسرة. الطسات الموجودة أمانة بغداد ما تبلط هذا الشارع والله، يعني هذا هاي مؤسسة لكم تابعة. أكيد يعني أنا أهتم بمؤسستي، هاي الفرعيات ممكن ذو اختصاص آخر لكن ناشدهم بأنه لازم يحلوها، لأن أيسنا حكينا ناشدنا أمانة بغداد يا بخلي تبلط هذا الشارع، لأن كون حالات مرضية مستعجلة طوارئ، فشلون انتم اكيد طريقكم لازم تفوتون. لا اكيد طبعا يعني، واحنا اكيد يعني هاي كل هذه الامور احنا مناقشيها وراح يتم العمل يعني ومخاطبه امانه بغداد، وان شاء الله اكيد ما يقصرون على مود انجاز هذا الشارع المهم والحيوي في هذه المنطقه. احسنتم دكتور، شكرا جزيلا لكم. دكتور راح نمر مرور على واحده من اهم المستشفيات في الرصافه، اللي هو دائما نعتمد احنا يعني اي شخص لابد ان يزور هذا يفحص عيونه مستشفى الهيثم. تروح تراجع تلقى اعداد غير عاديه، طبعا مو فقط بغداد، مو فقط الرصافه، من كل حتى يمكن اعتقد محافظات. طبعا يعني خصوصيه مستشفى ابن الهيثم كون هذا المستشفى يعتبر مستشفى ثالثي او تيرشري سنتر، يعني هذا يحال الى المرضى حتى من جميع المحافظات، كون الكوادر البي يعني مدربة وكفوءة وأصحاب خبرة وأمانة ناس أنقياء للأمانة، ويتعاملون بلطف كبير وبعلمية دقيقة أمانة. يعني أنا ما أحكي على الكوادر، أحكي على البناية أولا في مكان محصور جدا وعدد المراجعين كبير جدا. دكتور احنا طبعا اكو فكرة حاليا في مستشفى ابن الهيثم لإضافة عيادات إضافية، عيادات استشارية إضافية، وطبعا هذا المشروع أنه ناقشناه ويا دائرة العيادات الشعبية، وإن شاء الله يعني في طور أنه نقوم ب يعني هذا بتنفيذ هذا المشروع بعد الدراسة أكيد. يعني بسبب الاكتظاظ العالي من المراجعين لمستشفى ابن الهيثم، كونها تحتوي وحدات علاجية يعني خاصة في العيون ما متوفرة بباقي المستشفيات على مستوى بغداد وعلى مستوى العراق. لكن في بعض المستشفيات أكو أطباء عيون. طبعاً إحنا لدينا استشاريات عيون في جميع مستشفيات دائرة صحة الرصافة، يعني مستشفى الكندي، مستشفى الشهيد الصدر، مستشفى الإمام علي، جميع المستشفيات. بس خصوصية مستشفى ابن الهيثم كون العمليات حتى اللي تجرى في مستشفى ابن الهيثم يعني كلها عمليات يعني لا يمكن إجراها في مكان آخر. كون وجود الكوادر، الأجهزة اللي ما متوفرة في غير مستشفيات، حتى إنه تخصصات دقيقة تدرس في مستشفى ابن الهيثم. يعني ممكن تلاقي جراح أخصائي ويدرس زماله مثلاً للقرنية أو للشبكية، تخصص دقيق اللي هذا يكون فوق الاختصاص. فهذه خصوصية مستشفى ابن الهيثم، لهذا تلقاها دائماً يعني مكتظة حتى أيام السبت، يعني حتى أيام اللي
تتصور انه ماكو بيها مراجعين، تلقى مستشفى ابن الهيثم يعني مراجعين يعني مكتظه دائما. جيد، يعني هل بالامكان ان يكون مستشفى ابن الهيثم ثاني في بغداد؟ شو يعني المشكله عندكم؟ مشكله بقطع الاراضي؟ والله قطع الاراضي اكيد هي هذه يعني المشكله الاساسيه لكل دوائر الصحه. احنا يعني قطع الاراضي يعني عاده في بغداد يا اما تكون تبعتها للماليه ومخصصه الى وزاره معينه، او تكون تابعه لامانه. اي فاحنا مشكلتنا انه يعني امانه بغداد طبعا اكيد هي دائره تمويل ذاتي ولازم تاخذ بدل نقدي زين، فهذه تبقى هاي المشكله اللي عندنا بالقطع، وخصوصا في مركز بغداد يعني صح. قليله متوفره هذه قطع الاراضي، راحت للاستثمار بس قال مو شغلتي مو اختصاص. جيد دكتور، يعني اكيد هناك يعني هسه قبل لا تسلم اكيد يعني مهامك هناك انجازات، وممكن اثناء مهامك هاي خلال 3 اشهر اكيد اصبحت انجازات، واليوم سمعنا اكو افتتاح مركز يعني مركز الصحافه الزعفراني. شنو الانجازات اللي قدمتها دائره صحه الرصافه ايضا في العمليات والفحوصات المختبريه اللي حققتها؟ يعني طبعا احنا الحمد لله هذه السنه يعني ولحد 11 العمليات، عدد العمليات المجرى في دائره صحه الرصافه طبعا تشمل اكيد عمليات الصغرى والوسطى والكبرى والخاصه، جميع فئات العمليات تقريبا 120 الف عمليه. 120 الف عمليه خلال الفتره من 1/1 الى غايه 1/10. كذلك ايضا بالنسبه للفحوصات المختبريه تقريبا 54 مليون فحص مختبري تم انجازه في دائره صحه الرصافه لنفس الفتره. وايضا يعني عندنا وحدات غسل الكلى الديلزة طبعا انجزنا تقريبا خلال هذه السنه يعني لحد 1/10 52 الف غسله. ممتاز. احنا لان عندنا 124 سرير ديلزة موزع على مختلف المستشفيات. 124 من عدم انتاجيه الطب طبعا. طبعا احنا هذا الكلام كله بس الرصافه 124 سرير ديلزة غسل كلى. اكو عندك مشكله بيها مثلا اكتظاظ العالم مثلا وتاخير؟ احنا طبعا يعني حتى يعني عندنا شفتات للعمل، يعني اكو مستشفيات بيها 3 وجبات غسل، اكو مستشفيات بيها 4 وجبات، اكو مستشفيات بيها وجبتين، ونحاول قدر الامكان انه نخلي المريض اللي عنده غسل يكون يغسل باقرب مركز لسكن للرقعة الجغرافية، لان تدري يعني كلهم مرضى فشل كلوي، فيعني التنقل يكون ايضا صعب. فافتتاح هذه المراكز هواية سهل الامور. هي مراكز لو في داخل المستشفى دكتور؟ كلها في داخل المستشفيات، هي مراكز في داخل المستشفى. يا مستشفى يا مستشفى مين؟ والله اغلب مستشفياتنا بيها، مستشفى الكندي بيها، مستشفى الشهيد الصدر، مستشفى الامام علي، اخر مستشفى افتتحنا بيها مستشفى الزعفرانيه بيها، مستشفى دار الفياض بيها، فيعني موزعه على اغلب المستشفيات حتى انه نسهل وصول المريض للغسل الكلوي. ممتاز. مستشفى ابن القف شنو اختصاصه شنو عمله؟ نعم مستشفى ابن القف اللي هو على القناه، مستشفى للاصابات العمود الفقري، الحبل الشوكي، الحبل الشوكي والعمود الفقري. هذا اكيد تابع لكم؟ طبعا تابع لنا. يعني انا اشوف اكو عمل به، يعني اذا اشوف اكو مراجعين باعداد كبيره طبعا، وايضا هو داخل بالتاهيل من ضمن المستشفيات اللي داخله بالتاهيل ضمن البرنامج الحكومي. وش كم سرير دكتور اذا كان عندك هيك معلومه؟ والله هو مستشفى ابن القف يعني تقريبا 50 الى 60 سرير. اللي اتوقع هو نفسه اللي كان اكو بعزل الامراض كورونا مو تمام؟ هو كل المستشفيات احنا حتى يعني غالب اغلب المستشفيات كان بها عزل ردهات عزل، وحتى حاليا ايضا كل المستشفيات بها ردهات عزل، بس يعني حسب كل مستشفى حسب الاسره اللي متوفره بها. الرصافه بها عزل قضيه المتعاطي المخدرات؟ هذه الآفة طبعاً كبيرة. طبعاً يعني آفة كبيرة. إحنا عندنا مركز العطاء اللي كان قبل مركز لكورونا صار هو أيضاً مركز لعلاج الإدمان، وأيضاً به كوادر صحية مدربة وأطباء نفسيين، وراح ينفتح إن شاء الله يعني بعد به طابق إضافي على. بس هو يستقبل مرضى؟ طبعاً يستقبل مرضى ويخرج مرضى.
والله شلون اذا اكيد انت عندك اطلاع بقضيه من يخرج المريض شافه تماما لو ممكن يعني يكون لا اكيد انه يعني هو ما يخرج الا ما يكون متشافي بس اكيد يحتاج الى متابعه من المعالجين النفسيين على تواصل يكون وياهم يقوم بزيارات دوريه ايضا يعني للمركز حتى وان كان يعني مو داخل المركز يعني حتى من يخرج يرجع الى اهله ايضا لازم يبقى متابع. حالات كثيره كثيره جدا لان هي افه يعني هذه افه يعني وطبعا جهود وزاره الصحه في القضاء على هذه الافه وفي اتلاف يعني دائما اذا تلاحظ بالاخبار اكو اتلاف لكميات كبيره يعني حتى قبل فترة قبل كم يوم كانوا في كركوك لإتلاف تقريبا بال 14 طن يعني من هذه الأرض فلك أن تتخيل يعني فعلا. زي دكتور بعض الأدوية تستخدم لقضية المخدرات أكيد طبعا شو أنتم كوزارة الصحة شلون تتعاملوا مع الصيدليات اللي تطي طبعا يعني هنالك يعني قسم التفتيش في الوزارة وقسم التفتيش حتى في دائرة صحة الرصافة متابعة مستمرة لجميع الصيدليات من ناحية وجود الأدوية الغير مفحوصة أو لم تجتاز الفحص لأن يجب أن تكون جميع الأدوية مجتازة للفحص أي دواء غير مجتاز للفحص طبعا تغلق الصيدلية. زين أنتم لكم علاقة بالصيدليات الموجودة في جانب الرصافة طبعا مسؤوليتنا إضافة إلى قسم التفتيش بالوزارة يعني دائرة التفتيش بالوزارة وقسم التفتيش في دائرتنا الاثنان معنيان بمراقبة الصيدليات. لكم الحق بغلق الصيديليات المخالفة طبعا زين أسعار. دكتور أعلن بقضية الأسعار واللي تغيرات المكوكية بصراحة تلقى بصيدلية السعر مثلا أمبولة مثلا نقول فد 2000 دينار هناك بغير صيدلية تلقى 10,000 طبعا هنالك يعني تسعيرة طبعا هاي التسعيرة أيضا هم تدخل من ضمن صميم عمل نقابة الصيادلة أيضا يعني هم في هذا الموضوع يعني أيضا مشتركين في توحيد الأسعار طبعا أكو تعاون مع جميع النقابات يعني نقابة الأطباء نقابة الصيادلة وكذلك نقابة أطباء الأسنان وجميع النقباء هم انسان ناس مهنيين يعني في سبيل انه يعني عجله الصحه يعني تتوجه بتوجه ايجابي من ناحيه اسعار الادويه من ناحيه اسعار الكشف الطبي يعني هاي الامور كلها يعني يتم التعاون مع جميع النقابات انا سمعت من وزاره الصحه مخليه برنامج تطبيق معين وخلال الباركود يعرف السعر قد نوع الدواء المنشأ ما أعتقد بعد قالوا على أساس تطبق في المستقبل القريب إن شاء الله طبعا في طور تطبيق هذا يعني قيد الإنجاز حاليا هذا المشروع بس إحنا يعني طبقنا الباركود يعني حتى في صحة الصدور في اللجان الطبية حاليا مطبق كله طبعا على منصة أور فيعني ان شاء الله طبعا احنا هم الجناح الخاص في مستشفى العلويه الولاده اللي افتتحها معالي الوزير قبل ايام اتمته الكترونيه بالكامل يعني المريضه من اول ما تدخل للجناح الى ان تخرج هو كل الموضوع يدار الكترونيا وطبعا احنا في طور اكمال المستشفى بالكامل حتى تكون المستشفى نموذجي والالكترونيه بالكامل يعني راح تكون اول مستشفى في دائره صحه الرصافه الكترونيا ان شاء الله بالكامل كتاب صحه الصدور كتابنا وكتابكم يعني هذه في كل دوائر يعني مو بس في الصحه يعني صحه الصدور هي مشكله في كل الدوائر يعني متى تكون الكترونيه او اصلا هو في منهاج الحكومي طبعا هو المنهاج الحكومي يعني كلش مركز على موضوع الحوكمه الالكترونيه بس مثل ما قلت لك يعني نحن ستيب باي ستيب وايضا يعني انت البنى التحتية من أنت تجي تأهل لازم تحسب حساب هذه أمور كلها لازم يعني تكون في الحسبان هي البنى التحتية اللي عندك حتى تقدر تستوعب الحوكمة لأن الحوكمة أكيد تحتاج إلى العديد من الأمور اللي يجب توفيرها قبل الإطلاق هذا راح يسحبنا على سؤال قريب جدا من الموضوع هو الضمان اللي أيضا راح يقلل من هاي هذا الروتين ممكن انت بتاخذ مبلغ معين من راتبك ياخذون منك
اعتقد 1 إلى 10%، ما اعرف هسه حستفسر منك، وتزور لك عندك منطقة الحرية حتى في الاهل يخصم من المبلغ. هاي تفاصيل جميلة، وانا اعتقد يمكن المشروع راح يطلق قريبا. شنو ضمان الصحة تعرف؟ طبعا مشروع الضمان الصحي اللي راح يطلق غدا يعني من قبل المعالي الوزير، وزير الصحة دكتور صالح حسناوي، اللي هو كان على قائمة أولويات البرنامج الحكومي وبرنامج وزارة الصحة أيضا. طبعا يعني راح يسمح بالقضاء على يعني آفة الفقر في يعني خصوصا فيما يخص تقديم الخدمة العلاجية. طبعا راح يعني راح يوفر لكل موظف انه بدل ما انه يجري العملية بأسعار معينة ممكن انه يجريها في الأجنحة الخاصة ويدفع فقط 10% من كلفة العملية. يعني العملية ممكن اللي تكلف بمليون هو فقط يدفع 100,000 دينار وخلص، يعني يقوم بإجراء العملية ويحصل على جميع الخدمات. طبعا شريطة الاشتراك، طبعا شريطة الاشتراك. طبعا حاليا يعني مراكز الوزارات هم اللي مشتركين في الضمان الصحي كتجربة لانطلاقة هذا البرنامج، وأكيد راح تكون توسعة أكثر يعني بعد معرفة الإيجابيات، بعد معرفة الإيجابيات والسلبيات. وثانيا الرعاية الاجتماعية أنا سمعت مجانا. أي طبعا هم مدرجة أيضا الرعاية الاجتماعية. وإحنا طبعا يعني في المستشفيات اللي انشملت طبعا في بالضمان الصحي، يعني في دائرة صحة الرصافة مستشفى الكندي التعليمي، مستشفى العلوية للأطفال، مستشفى العلوية للولادة، ومستشفى ابن الهيثم اللي انت اكيد تحب اللي تشايل عليه، ومستشفى الدكتور سعد الوتري. جيد، العلوم العصبيه، للعلوم العصبيه طبعا هذني اللي شملت بالضمان. منهم كلهم طبعا، اي كلهم راح يكون. طبعا احنا الوزاره وفرت كادر طبي وكادر اداري لكي يقوم باداره يعني ملف الضمان الصحي في هذه المستشفى. ممتاز، بارك الله بكم. المراجعين أكو معاناة وياهم بالمستشفيات بالديلزة؟ يعني أنا أحطك مثال دكتور. بس إحنا مقابلها نتحدث عن موظفين وأكو ناس يعرقلون العمل في بعض الأحيان، وهي ماكو دائرة مدخلة من عدل. أكيد طبعا. قضيت على قضية يعني أكو مريض بالديلزة، يعني أنا بغزي كله مو بغير مكان. طبعا. في مكان جدا حساس، ناس تفرش تأكل يعني برتها. انا اتفاجئ بصراحه، وشفتهم ناس واكل وروبه والدنيا. يعني المراجعين هل هم اوقات اكو التزام حقيقي؟ هذا مريض بالتالي. طبعا يعني بالديلزه يعني انا اضمن لك ماكو هيك شيء بالديلزه. لا انا شفته في مكان، ما اريد اقول على هذا المستشفى اللي هو متابع لكم، يعني مو رصافة بتحدث عن مكان يعني عشان. لأن الديلزة يعني لها خصوصية يعني، وحتى مرضاها يعني حتى هنالك بصمة لجميع المرضى. يعني حتى إحنا يعني يعني عملنا بصمة لجميع مرضى الديلزة حتى إنه نعرف إنه ونسيطر على المرافقين. وطبعا جميع مراكز الديلزة للأمانة يعني جيدة في دائرة صحة الرصافة، ما أرد أقول جيدة جدا حتى لا أكون مبالغ كبير يعني في مراكز الديلزة. يعني أزورها أني وألتقي بالمراجعين، وطبعا يعني حتى أتكلم معهم على انفراد حتى أقول أنه يعني يتكلمون براحتهم. الحمد لله أكو رضا على جميع مراكز الديلزة، بس أنه ناحية اللي أنت تتكلم بها اللي هي المرافقين، طبعا هي هذه ثقافة مجتمع. إحنا يعني العراقيين يعني دائما إحنا أصحاب نخوة وأحصى أصحاب فزعة، فيعني حتى هذا الموضوع يعني من أنا كنت مقيم من 2009 وهسه إحنا 2023 ما تغير شيء. لأن يعني من واحد يجي ويا جوارين ويجي أهله ويجون أولاد العم وأولاد الخال، يسجل موقف طبعا هو الكل يعني في، بس هو هذا يعني أكيد يأثر على الزخم، يعني ما يخلي المراجع يحصل على خدمة بصورة صحيحة. تدري راح يكونون الأهل والضغوط، وإحنا يعني عندنا نقص في موظفين الاستعلامات، نقص حاد، لأن ما عندنا تعيين لكوادر الإدارية، تدري فقط الكوادر الصحية. فاللي هو هذا موضوع يعني موجود يعني حتى
اللي قوة حماية المنشآت مرات حتى صح. ما تسيطر على الوضع فعلا. ما تقدر يعني فعلا. احنا نتمنى يكون هاي الثقافة ان تذلل، بالتالي هو مريض بالضبط يعني هذا مريض، ويعني كل ما يكون عدد المرافقين مع اقل صح. يعني ممكن انه الخدمة تقدم له بصورة اسرع صح. ما يصير ضغط على الاطباء، وتدري ظاهرة الاعتداء على الاطباء وعلى الكادر الصحي يعني لحد الان مستمرة، ويعني المشكلة انه يعني المواطنين اكيد يعني كل من يجي يحب انه يحصل على الخدمة بصورة سريعة، ولازم ما حد يتأخر عنه. وطبعا يعني للطرفة انه يعني في بريطانيا اللي هي تعتبر من الدول المتقدمة، يعني تقريبا معدل انتظار المريض في ردهات الطوارئ من 6 إلى 8 ساعات. المريض اللي يحتاج يعني يحتاج إلى عناية من 6 إلى 8 ساعات يلا يعرض على طبيب في ردهة الطوارئ. احنا عندنا ميت صاحب احنا لا طبعا لا، واحنا يعني ما يخلوك اصلا يعني هسه شوف ابني، وهذا حقه يعني لا هو اكيد حقه، هو اكيد 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 يعني اكيد حقه، وطالب الحاجه اكيد يكون اعمى انه يحب انه يعني يتحصل على الرعايه. فاحنا بالعكس نطلب منهم يعني انه يعني قله المرافقين مع المريض، حتى الطبيب يقدر يفحص صحيح. بصوره صحيحه، يقدر يقدم الخدمه بصوره صحيحه. واحنا بالعكس يعني كل اخوتنا واهلنا، ويعني احنا نريد نقدم الخدمه، وهي بالنهايه مهمتنا هي يعني انا حتى كطبيب اختصاص احنا مهمتنا يعني انسانيه، لانه تعنى بصحه الانسان صح. يعني بشكل شو اختصاصكم دكتور؟ جراحه عظام وكسور. ما شاء الله يعني اي شيء مفاصل كذا ما ادري مفاصل. شكرا جزيلا للدكتور رائد علي الياسين مدير عام دار صحه الرصافه وكاله ان شاء الله اصاله، وأن تثبت وهذا نرجو إن شاء الله من كل مدير عام من كل مسؤول من كل وزير أن يثبت جدارته في تسنم الدائرة، وهي خدمة بالتالي خدمة المواطن العراقي. كلمة أخيرة. والله يعني نشكركم يعني نشكر استضافتكم، وإحنا يعني كلمة أخيرة يعني أوجهها لجميع الناس للإعلام، إنه أي أحد يعني يطلع على سلبية معينة في دائرتنا خصوصا يعني أبوابنا مفتوحة، وإحنا طبعا أي سلبية إحنا نتمنى أنه تجينا أي سلبية حتى إحنا يعني نقوم بالشروع بتصليحها. وإحنا بالنهاية كلنا يعني حتى سواء الإعلامي أو الطبيب أو مدير العام، الكل يعني يعمل على خدمة المواطن. فيعني حتى السلبية اللي ممكن يعني حتى حضرتك اللي السلبية اللي تشوفها في أي مؤسسة يابا أنه تجينا وتقول لنا يابا دكتور رائد احنا لقينا سلبية في هذه المؤسسة، يعني حتى أنه احنا نطمح إلى أنه نقدم خدمة للمواطن، نسوي إنجاز يحسب خدمة للمواطنين. وإحنا إن شاء الله يعني بابنا مفتوح لجميع الناس من الحالات الإنسانية، انه اللي نقدر نساعده فيما ضمن اختصاصنا او ضمن الاختصاصات المتوفره في الدائره. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا دكتور رائد. اكيد هذا واجب الاعلام، واجب ان نظهر السلبيات والايجابيات على نفس المستوى لتقديم الخدمه بالتالي للمواطن. شاكر فضلك، شاكر حضورك ويانا اليوم، كانت حلقه مميزه بصراحه، اظهرت لنا كثير من المواضيع يمكن ما نعرفها نجهلها احنا كاعلاميين، ممكن البعض يعرفها من المواطنين لكن الاغلب ما يعرف كل التفاصيل اللي قدمتها لنا لهذا اليوم. نلتقيكم ان شاء الله بوقت اخر دكتور. شكرا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه شكرا جزيلا للاخوان في دائره صحه الرصافه والاخوان في العلاقات العامه، وشكرا لكادر البرنامج. نلتقيكم يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء ان شاء الله. تقبلت حياتي معدوم قدم برنامج حازم الحربي، في أمان الله.